لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. قاعة الشهداء في مدينة جالو بمنطقة الواحات تحتضن هذا الحفل لاختتام مسابقة القرآن الكريم لمركز أبي بن كعب تحت شعار الوفاء لأهل العطاء. المركز يعكف كل عام على إقامة هذه المسابقة، فالآن تم إعلان النتائج في هذه الاحتفالية الرائعة، وكذلك تم تكريم 10 من الطلبة تم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا فخر واعتزاز لنا في هذه المدينة، ونسأل الله أن ينفع به أبنائهم وأباءهم. ونشكر الشيخ الفاضل شيخنا الجليل الشيخ آدم الصغير محفظ هذا المركز. المسابقة حملت اسمين من مشايخ قبيلة المجابرة في جالو، المرحوم عيسى شحات فريطيس والمرحوم مفتاح مومن، لما لهما من دور في دعم خلوات تحفيظ القرآن في المدينة. وشارك في المسابقة عدد 150 متسابق. علما بأن المسابقة جوانب المسابقة كانت في جانب المبتدئين، حزب الأعلى، جزء النبأ، الأحزاب الثلاثة الأخيرة، جزئي الملك والنبأ، الأجزاء الثلاثة الأخيرة، الأجزاء الخمسة الأخيرة، وربع القرآن الكريم. شعور يعني مستحيل نوصفه لك، والشيخ يعني مهما درنا معه ومهما قدمنا له ومهما درنا له يعني مستحيل إن نوفوا الدين اللي في رقابنا لعند يوم القيامة، عشان مستحيل إن نوفوا له مهما عملنا ومهما درنا. يعني مسابقة بارك الله فيه، وكل سنة يعني ماسك عليها أن يدير لنا مسابقة كل سنة، يعني بارك الله فيه. من حضور حفل الختام أولياء الأمور وأئمة المساجد ومسؤولو المجلس التسييري والقطاعات الحكومية ومجلس الأعيان في جالو، الذين كرموا الفائزين وعموم المتسابقين وكل من ساهم في إنجاح هذه المسابقة.